مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الصحة والجمال في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الإطلالة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم الرشاقة والجمال. لا يوجد شيء اسمه صعب ولا يوجد شيء اسمه مستحيل، أنتم من تملكون الصعب والمستحيل. بهذه المفردات أردت أن أبدأ حلقة اليوم قبل أن نتحدث في أي شيء، لكي نؤكد على أن كل شيء في مقدورنا أن نفعله مهما كان لطالما وجدت العزيمة ووجد الإصرار. فيا من أصبتم بداء النحافة أو يا من أصبتم بداء السمنة، اعلموا علم اليقين بأن لديكم القدرة على التغيير وأن الفرصة لازالت سانحة أمامكم لكي تلحقوا بركب الأصحاء، وأن قطار الرشاقة لا يزال هو الآخر في انتظاركم لكي تلحقوا به. فقط ما عليكم هو أن تتركوا كل مفائديكم وأن تستمعوا لشرح ضيفي وضيفكم في هذا اللقاء. اليوم سوف نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية. هذا الموضوع هذه المرة يحمل اسم الرجيم وأخطائه وكل ما يدور في فلكه، ولكن اسمحوا لي قبل أن نخوض في تفاصيل ودهاليز هذا الموضوع أن أرحب بضيفي وضيفكم الدائم معي في هذا البرنامج، دكتور إسلام فايد، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية والمدرس المساعد بكلية العلاج الطبيعي. أهلا وسهلا بك دكتور إسلام، أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. النهاردة كويس من امبارح بعد الهزيمة؟ أحسن بكتير طبعا. مبسوط يعني؟ طب الحمد لله. أيضا مشاهدينا الكرام، نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم عبر أرقامنا اللي هتظهر على الشاشة أو ابعتوا لنا على SMS كل ما يصول ويقول في عقولكم حول موضوع الرجيم وأخطائه. دكتور إسلام، يمكن حضرتك النهاردة اخترت لنا موضوع في غاية الأهمية، يمكن كتير قوي بيهتموا بموضوع الرجيم، وأيضا الرجيم ده بيؤرق ناس كتير قوي. قبل ما ندخل في موضوع الرجيم وأخطائه وتقييمه وكل حاجة فيه، حابب كده قبل ما ندخل في أي حاجة تعرفنا تعريف كده مبسط عن الرجيم. هل كل واحد قلل من كمية الأكل المعهودة بالنسبة له هو ده عمل رجيم، ولا الرجيم عامل إزاي؟ خلينا في الأول يا محمد نتكلم على السمنة. قصة اللي احنا نعمل رجيم، أنا بنوه تاني، السمنة دلوقتي سبقت السجائر، أصبحت قاسم مشترك في مشاكل كتير جدا، قلب وسكر وألم في المفاصل وألم أسفل الظهر، كلها مشاكل، كلها مشاكل. تكيس المبيض عند السيدات دلوقتي، دكتور النساء دلوقتي المحترف، اي دكتور اي حاله عندها البي سي او اللي هو البوليسيستيك اوفرز اللي هي تكيس المبيض، تقول لها روحي خسي، الكبد الدهني يقول له روح خس. فاصبحت قسم مشترك. عشان كده اما نيجي نتكلم النهارده احنا بنتكلم على الرجيم ليه، ان الرجيم او الدايت بصفه عامه هو اسهل حاجه ممكن واحد يعملها لوحده، فلازم نوع في اخطاء. مبدئيا انا الرجيم او كلمه دايت يعني نظام. الدايت يعني ايه؟ نظام. تمام. عمر ما كان النظام قصة اللي انا هاكل ربع رغيف الصبح وقطعة جبنة وهاكل وجبتين ثلاثة قبل. نظام يعني نظام في كمية الاكل، نظام يعني نظام في مواعيد الاكل، نظام في مواعيد الدواء، نظام في الحركة بتاعتك، في اختيار الوجبات نفسها. كلمة دايت يعني نظام. البني ادم اللي مش مظبوط مش منظم عمره ما هيخس، ولو خس مش هيخس كويس. خلاص. في ناس بتقول لك انا بنام الساعة 7 الصبح، تمام، وبفطر الساعة 4 العصر، ده من ادم مش منظم. ده مهما كان، ما طول ما يعني طول ما هو ملخبط في وقته عمره ما هيخس. تمام. ولو خس مش هينزل مظبوط. يبقى الدايت هو نظام. اذا يعني الرجيم هو النظام. نظام كامل متكامل. تمام. طب دكتور اسلام، حضرتك قلت ان الرجيم هو النظام، طب هل كل الاشخاص اللي عندهم سمنه بيتبعوا نفس النظام، ولا كل شخص بيبقى ليه سيستم معين ونظام معين لوحده في الرجيم؟ يعني سيستم فيه رجيم معين بينطبق على حد وما ينطبقش على حد تاني، ولا كل الناس بتاخد نفس الرجيم وبنشتغل عليها؟ انت نقلت لنا النقطه اللي هي التقييم. تمام. يعني انا المريضه ما يجي العياده لازم يقيم، وعلى بناء عليه احنا بنختار الدايت المناسب للمريض. وانا بعز جدا جلسه التقييم دي، واول مره دي انا بعزها جدا. ممكن نقعد مع المريض نص ساعه، ممكن نقعد ساعه، ممكن نقعد اكتر من كده. ليه؟ ان انا اول حاجه احنا بنعمل للمريض التحليل اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده بتاع البايو الكتريك اناليسيس، اللي بيطلع لنا كميه الدهون ومكونات الجسم ونسبه الميه، الحاله كلها كلها. بعدين نقعد ندردش مع المريض عشان نطلع بعض المعلومات المهمه جدا. يعني حاجه، مثال مثلا في القعده الاولانيه نشوف المريض ده مزقوق ولا جايب مزاجه. يعني بعض يعني ايه مزقوق؟ يعني في بعض الناس هو مش مقتنع بالرجيم اساسا. هو بابا زقه او مامته زقاه او مراته زقاه، وهو زي مثلا مراته، فلو مزقوق هو مبدئيا هو مش مقتنع بالرجيم، فده مبدئيا هو بيحكم على الرجيم بتاعه بالفشل. صحيح. دي حاجه. الحاجه الثانيه مثلا المريض بتاعي هل عنده امراض زي السكر والضغط والكلام ده ولا لا؟ المريض اللي عنده، اللي عايز يخس، اللي بيبقى عنده امراض مصاحبه بيكتفني شويه في الدواء. ده عنده ضغط خلي بالك ما ياخدش الدواء، عنده سكر ما ياخدش، بيكتفنا شويه. خلاص. هل المريض عمل رجيمات قبل كده ولا ما عملش؟ احنا بنسال دايما المريض سؤال، عملت رجيم قبل كده ولا لا؟ ليه؟ اللي عمل رجيم او الناس اللي بتنزل وبتطلع، ان بنقول عليه يويو، يعني بينزل وزنه، ينزل 2 كيلو ويطلع 2 كيلو، ينزل، الناس دي فيها ميزه وعيب.
الناس دي ميزتها ان هي بتقدر الشغل كويس، يعني لما بينزل معاك كويس هو بيقدر الشغل كويس. طب عيبه ان نزوله بيبقى صعب شويه، خصوصا لو بينزل 2 كيلو او 3 كيلو وبعدين يرجعهم تاني على طول. خلاص، هل المريض بتاعي شغال ايه؟ انا دايما بنقول انت وظيفتك عامله ازاي؟ شغلتك قاعد طول النهار ولا بتتحرك؟ بتاكل بره ولا بتاكل في البيت؟ ده بيفرق معايا كتير جدا واحنا بنحط الدايت. يعني مثلا ما يجي لنا طالب مثلا وزنه 200 كيلو، خلاص انا عندي الطالب ده لو هيتخرج 2009 بال 200 كيلو، لا انا عندي تاخد اجازه من كليتك دي وتخس وتتخرج من كليتك 100 كيلو احسن. ايه يعني ما تتخرج 2010؟ تمام. فكان الشغل او كطالب، لا الحاجات دي كلها بتفرق معايا. ففي معلومات كتير جدا بنجمعها من الجلسه الاولانيه، بناء على الكلام ده كله احنا بنقدر نحدد الدايت المناسب للمريض. تمام. طيب حلو قوي، معلومه دي جميله جدا دكتور اسلام. يعني مش كل حد بيديله نظام غذائي معين يمشي عليه، كل شخص وليه نظام معين في الرجيم. وفكره التشخيص في دلوقتي، حتى التشخيص انت حضرتك يعني قلت ان التشخيص مهم جدا في اول جلسه الموضوع ده. طب دكتور اسلام، يعني هل الهدف من الرجيم ده هو فكره ان انا بنزل في الوزن، ولا ليه اهداف ثانيه وليه نتائج ثانيه مهمه؟ تمام. احنا ننوه للساده المشاهدين ان النقطه دي في غايه الاهميه، وحط 300 او 400 خط تحت النقطه 700. دي 700؟ لا قول 700 مش مشكله. هل القصه قصه اللي انا انزل؟ لا، انا عندي يا محمد كل اسبوع بعد ما المريض بيمشي على الدايت انا مستني منه ثلاث حاجات، يا ينزل في الوزن. خلاص، نمره واحد ينزل في الوزن. تمام. نمره اتنين هدومه توسع شويه. نمره تلاته اللوك بتاعه يتحسن والناس تقول عليك برافو. خلاص، يبقى ثلاث حاجات ممكن يتغيروا. ممكن المريض يجي الاسبوع ده نازل وزن، يجي الاسبوع اللي بعده مش نازل وزنه، طب حاسس ان الهدوم وسعت عليه شويه. يجي الاسبوع اللي بعده لا نزل وزنه ولا هدومه وسعت، ولكن اللوك بتاعه اتحسن شويه، وهنتكلم عنها في الاخطاء ازاي. خلاص، ايه الهدف مني انا كطبيب دلوقتي بعالجه؟ ان انا ما بقيمش المريض كل اسبوع، ده انت بتقيم شهريا، يعني اسبوع بشوفك نزلت وما نزلتش، اللي ما نزلش الاسبوع ده ينزل الاسبوع اللي بعده، مفيش مشكله. ما ينفعش ان انا احدد واقيم على اسبوع، على اسبوع. صحيح. انا تقييمي شهري. صحيح. وهنتكلم عنها دلوقتي. انا تقييمي ايه؟ شهري. وفي اطر معينه ونظم معينه انت بتشتغل عليها. المريض ممكن ينزل وممكن ما ينزلش. تمام. ممكن هدومه توسع وممكن ما توسعش، اللوك بتاعه يتحسن وما يتحسنش، من اسبوع مش هتفرق. ولكن ايه بقى النجاح هنا يا محمد؟ اللي انا عندي بعد 3 4 شهور ان انا الثلاث حاجات يوصلوا مع بعض. انا بشبهها كان عندي ثلاث حصانه، حصان وزن وحصان هدوم وحصان لوك. انا بعد الثلاث اربع شهور هدفي ايه كطبيب؟ ان انا اوصل بالمريض اللي انا بعد الثلاث اربع شهور الثلاث حاجات دول وصلوا مع بعض. خلاص، فدايما نظره المريض، اوعى يكون نظرتك ان قصه وزن ينزل، لا بالعكس، انا عندي حاجات كتير، الثلاث عوامل اللي لازم نوصلها. وما نيجي نتكلم على اخطاء هنشوف ان احنا بنقع في خطا هايل في موضوع الوزن ده. بنشتغل عليها زي حضرتك ما قلت كده. يعني مش لازم اول اسبوع احس ان انا نزلت والهدوم وسعت، لا ده احنا ساعات بنستثني الشهر الاولاني كمان. تمام، ودي بقى برضه للرؤساء الانديه يهدوا على المدربين شويه. طيب دكتور اسلام، عايز اعرف من حضرتك ايه هي ابرز اخطاء الرجيم؟ هل له اخطاء فادحه من الممكن ان هي بتعود بالسلب على البيشنت نفسه ولا لا؟ هو بص، هي مش اخطاء فادحه، هي مصايب. 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 طيب خلينا نتكلم على اهم نقطه في الاخطاء والناس اللي بتقع فيها كتير، النزول السريع. هتخس من غير ما تحس 20 كيلو في الاسبوع، خلاص خس معانا 50% من وزنك في شهر. نزول الوزن السريع. نزول الوزن، تدخل من العياده تطلع ب 5 كيلو في جيبك. ده اللي بيحصل. مشاكل نزول الوزن السريع دي بهدله. انا عندي نزول الوزن ثلاث حاجات. نمره واحد، في نزول طبيعي، في نزول سريع، وفي نزول تهريج. تمام. وانا ده اللي بنسمع عنه 20 كيلو 10 كيلو والكلام في الاسبوعين وكلام وده انا لا هضيع وقتي ولا هضيع وقت الساده المشاهدين اللي احنا نتكلم في كلام تهريج. تمام. انا عندي نزول طبيعي ونزول سريع شويه. منظمه السمنه العالميه او الاتحاد الاوروبي بتاع السمنه قال لك اللي وزنه اقل من 100 كيلو ينزل من 4 ل 6 كيلو في الشهر. تمام. اللي وزنه اقل من 100 كيلو ينزل من 4 ل 6 كيلو في الشهر. تمام. اللي وزنه اكتر من 100 كيلو ممكن ينزل في الشهر من 6 ل 8 كيلو. تمام كده؟ من 6 ل 8 كيلو. من 6 ل 8 كيلو. تمام؟ اللي اقل من 100 من 4 ل 6. خلاص؟ وده النزول الطبيعي بتاعه. خلاص؟ اي حاجه غير كده ده اسمه تهريج، مفيش الكلام ده، اللي انا يهمني ان انا انزل نزول صحي. طب انت بتشوف نزول المريض ده بتقيمه ازاي؟ انا تقييم المريض شهريا، بنقيم المريض ايه؟ شهري او كل 8 مرات، بحيث ان احنا ناخد المتوسط بتاع نزول الوزن، يعني مفيش حاجه اسمها كل اسبوع هشوفك انت نزلت كام كيلو. تمام. يعني دي دعوه دكتور برضه ان الاشخاص او الناس اللي عندهم سن ياخدوا بالهم من فكره، في عقاقير كده بتنزل في احيانا في التلفزيونات او في اعلانات معينه،
هتاخد العقار وتنزل 20 كيلو في اسبوع. هنقولها في الادويه ده شكل خاطئ يا جماعه، ناخد بالنا من الموضوع ده. تمام. فانا بقيم المريض ايه شهريا زي ما قلنا الثلاث حاجات اللي احنا اتكلمنا عليهم بيتم تقييمه شهريا. قصه ان هو ينزل الاسبوع ده وما ينزلش مش هتفرق معايا خلاص، انه ممكن ينزل وممكن ما ينزلش. انا عندي ثلاث عوامل بتحكم فيهم خلاص، ولكن بننظر لحاجه اسمها المتوسط. يعني المتوسط حضرتك بتتابع بقالك 8 مرات نزلت كل مره عدد من الكيلوهات، بنجمع الكيلوهات اللي انت نزلتها وبنقسمها على عدد الاسابيع يديني متوسط. تمام. المتوسط الطبيعي من 700 جرام ل 1300 جرام، ده المتوسط الطبيعي في الاسبوع. من 700 جرام ل 1300 جرام. 1300 جرام يعني انت لو حضرتك الشهر ده نزلت كيلو، الشهر اللي بعده 2 كيلو، الاسبوع اللي بعده كيلو وربع، اللي بعده 2 كيلو، بنجمع ونقسم على عدد الاسابيع. ده نظام الطب الصحيح. ده الصحيح. تمام. اكتر من كده بيعمل مشاكل كتير جدا. خلاص يعني احنا لو نزلنا النزول السريع اللي احنا 10 كيلو اللي هو الناس بتتكلم عليه هيدخلنا في مشاكل كتير. خد عندك بقى صوت شعر، صوت حواجب، ده اللي هو اختاره بقى، اختار النزول السريع. الم بينزل دم من الاسنان ساعات، انيميا حاده، اضطراب في عضلات ضربات القلب، مشاكل كتير. وبعدين يعني الرجيم السريع ده في سكك اللي يروح فيها ممكن يرجع تاني، يعني في مشاكل زي صوت الشعر ده كلام ممكن يرجع تاني، وفي سكك اللي يروح فيها مش هيرجع، يعني في بعض الرجيمات بتؤدي لفشل كلوي، يقول لك عمل رجيم وجاله فشل كلوي قصته انتهت خلاص. فاحنا بنحذر الساده المشاهدين الكلام ده خطر، يا تمشي على نظام كويس يا ما تمشيش. واحنا اتكلمنا على النزول الطبيعي. طبيعي. المريض معتقد انه هيضغط على الزرار خلاص هيجي ينزل 10 كيلو، ما فيش الكلام ده، ده مش كلام مظبوط اساسا خالص. المفروض كل واحد يحافظ على نفسه ويتبع الاسلوب الطبي الصحيح. تمام. تمام. يا حضرتك قلت يا دكتور اسلام ما اول حاجه نزول الوزن السريع من ضمن الاخطاء. نزول الوزن السريع. النقطه الثانيه وهي التثبيت، بعد ما حضرتك وصلت للوزن المثالي او الوزن اللي حضرتك مرتاح فيه لازم بنمشي على حاجه اسمها نظام تثبيت الوزن. وربنا يكرمنا ان شاء الله لو في اي حلقه ثانيه ممكن نتكلم على نخصص حلقه ازاي اثبت وزن، ده عايز حلقه لوحده. يبقى لازم حضرتك بعد ما توصل للوزن المثالي لازم توصل لحاجه اسمها تثبيت الوزن عشان وزنك ما يرجعش تاني. يعني ما فرحش ان انا نزلت مثلا كويس بعد كده بعد اسبوعين احس ان انا رجعت تاني. لازم يعني حاجه اسمها تثبيت الوزن مهم. دي حاجه. تمام. ثالث نقطه وهي الرجيمات الغلط. ايه الرجيمات الغلط؟ طب قبل ما ناخد الرجيمات الغلط يا دكتور اسلام معانا الاستاذ حمدي معانا، اتفضل يا فندم. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الدكتور. اتفضل يا فندم. دكتور انا عندي انا وزني 90 90 تمام. وطولي 60 160 وعملت يعني بمشي على جربت موضوع الكريمات والحاجات دي برده ما نفعش معايا. تمام. جربت طرق رجيم كتيره وبرده الموضوع برده تمام فشل معايا كذا مره. حاضر هيتكلم. حاضر هجاوب حضرتك. شكرا يا استاذ حمدي. شكرا يا فندم. الاستاذ حمدي النقطه اللي اتكلم عليها دايما المريض اما بيجي لنا بنساله حضرتك عملت رجيم قبل كده يقول لك ايه كتير خلاص. فدي النقطه اللي اتكلم عليها، حضرتك عملت رجيم قبل كده، حضرتك ما بتخسش، يبقى في غلط. في غلط فيك انت، فيك انت او في الرجيم ذات نفسه. خلاص. تمام. وعشان كده احنا خصصنا الحلقه للكلام ده زي الاستاذ حمدي وغيره. ما دام حضرتك ما بتنزلش يبقى لازم تمشي بخطوات سليمه، تقييم مظبوط خلاص، نقعد مع حضرتك ونشوف الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه، نقيم حضرتك بالجهاز نشوف الدهون عندك اخبارها ايه، بعد كده نستبعد الحاجات اللي احنا قلنا عليها ونمشي على دايت مناسب. حضرتك ما بتنزلش يبقى هنشوف بقى ايه العوامل المساعده وهنقولها في اخر الحلقه استاذ حمدي يكون معانا، هقوله ازاي هتنزل لو حتى الرجيم ما بينزلكش، لان عندي عناصر لنزول الوزن. تمام. مش دايت بس. تمام. تمام. يبقى كنا بنتكلم قلنا احنا نزول الوزن وبعد كده تثبيت الوزن. تثبيت الوزن يبقى انا عندي نزول وزن سريع، لا تثبيت وزن مهم جدا. تمام. الرجيمات الغلط زي ايه؟ الناس اللي بتنزل رجيم من على النت، الناس اللي بتاخد رجيم واحده صاحبتها، الناس اللي بيقول لك اصل انا فصيله دمي او هيبقى ليا رجيم وفصيله دمك ايه لها رجيم تاني، مفيش الكلام ده. فكره الاعتماد على النفس وما بيرجعش لمختص يقول لك رجيم فصيله او، مفيش الكلام ده، ليس له اساس علمي نهائي، مفيش الكلام ده خلاص. فدي رجيمات غلط، لا ننساق ورا الرجيمات الغلط اللي بنجيبها خصوصا من على النت. وخصوصا حضرتك ان قلت دوله دكتور اسلام في البدايه في بدايه الحلقه قلت ان كل حد ليه سيستم معين في الرجيم بتاعه، مفيش حاجه اسمها ان حد واحده تاخد رجيم بنت خالتها وبنت عمتها. لا لو كتبت على جوجل اقوى رجيم في الشرق الاوسط هيطلع لك رجيم. صحيح. مفيش مشكله. صحيح. فيبقى قلنا نزول سريع، تثبيت الوزن، تثبيت وزن، الرجيم الخاطئ، رجيم خاطئ. تمام. النقطه اللي بعد كده وهي النقطة الرابعة المريض ذات نفسه. يعني ايه المريض ذات نفسه؟ المريض ذات نفسه يعني بتكلم في نقطتين. بعد اذن حضرتك حاول تتبع التعليمات على قد ما تقدر. انا ما بقولش ان المريض ملك نازل من السماء، ده بشر. انا كل اللي محتاجه ايه؟ حضرتك كل مرة
بتكثر من الصح وتقلل من الخطأ ببساطة. يعني حضرتك أنا بدي لحضرتك إرشادات، بنمشي على أكل، عايز من حضرتك حاجتين، المرة اللي جاية حضرتك أكثرت من الصح وأقللت قللت من الخطأ. من الخطأ ده اللي أنا عاوزه. أنت مش بشر يعني، مش ملك نازل من السماء هتمشي على الكلام مظبوط. كل الناس بتلخبط، ولكن إيه، أنا عايز كل مرة الخطأ قليل. دي النقطة الأولى اللي تخص المريض. النقطة الثانية، بعد إذنك خليك صادق مع الطبيب. خلاص، يعني ايه خليك صادق؟ ممكن واحد يجي يقول له يعني انت ما لخبطتش في الاكل، يقول لك والله ما لخبطت، ده انا ماشي عليه كده، وهو اساسا لسه ضارب حله محشي. اه بياكل كتير. فانت اما تكون صح، ليه؟ ان انت اما بتيجي تتكلم معايا انا بعمل الفيدباك بتاعك، انا ببني عليه الرجيم الجاي. يعني حضرتك اما تيجي تقول لي اصل انا خدت الدايت ده وما نزلتش، وخدت الدواء ده وما نزلتش، وانت كلت، انت بتقول لي ان انا ما لخبطتش، ما حافظتش على نفسك، ما حافظتش وما قلتليش، انت كذبت عليا. فانا هعمل ايه؟ انا كل اللي جاي بناء على كلامك، انا بفترض ان حضرتك صادق. فايه اللي هيحصل؟ هيحصل لخبطه، النتاج غلط. غلط، لان انا باخد تشخيص غلط، باخد فيدباك منك غلط. تمام، صحيح. فبعد اذنك انت كمريض تعاني من السمنه، خليك صادق مع طبيب، مفيش مشاكل، هو يعني مش هيذبحك يعني، مفيش مشكله. هتقول والله غلطت في 1 2 3، وزي ما قلت لك انا غرضك قلل من الخطا واكثر من الصواب، يعني تمام. زود الصح وقلل الغلط على قد ما تقدر، عشان التقييم حتى بتاع حضرتك يكون كويس يا دكتور. اه مفيش مشكله. دي نقطه في غايه الاهميه، السلوكيات، تعديل السلوكيات نفسها بتاعه المريض مهمه. جدا. تمام. النقطه اللي بعد كده في الاخطاء بتاع الرجيم، الناس اللي بتبدا رجيم في وقت غلط بتحكم على الرجيم بتاعها بالفشل. طيب طب يا دكتور، معانا استاذ احمد. استاذ احمد مساء الخير، اتفضل يا فندم. شكرا. بعد اذن حضرتك عايز اقول للدكتور ان طولي 175 ووزني 87. تمام. بس مش بحب نظام الرجيم وما عنديش وقت اروح الجيم، بروح الجيم بس مش مستمر. تمام. وبيحصل ترهلات في جسمي وكده. الضرب بتاع انت حضرتك بتعاني من سمنه في جسمك كله ولا منطقه بعينها؟ لا يعني معظمه، يعني جسمك كله. اه تمام. جربت تمشي على الرجيم قبل كده؟ بس مش بحب الرجيم، وبس بروح الجيم بس مش مستمر. تمام. تمام. خدت ادويه قبل كده؟ لا. ادويه عشان تخس؟ اه حاولت، بس عاوز اعرف برضو ايه الحاجات اللي اخدها عشان تثبت وزني. تمام. حاضر حاضر. شكرا. حاضر يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. استاذ احمد، في بعض الناس طبيعه شغلهم او طبيعه حياتهم ما ينفعش يمشي على الرجيم، وزي ما قلنا النقطه الاولى موضوع العمل خلاص او الشغل ذات نفسه. انا بقول له حضرتك لازم هتروح لمختص يتم تعديل سلوك الاكل. يعني ايه؟ خلي بالك من كذا وخلي بالك من كذا، كتر من كذا وقلل من كذا. خلاص. وقد يحتاج دواء، ممكن يحتاج ايه؟ دواء مع حركه. طب الجيم لوحده مش هيخسسك؟ لا بالعكس، انا ممكن الجيم يزود لي البنيه العضليه فهيزود الوزن. خلاص كده. فانا لا، انا بقول للاستاذ احمد بعد اذن حضرتك تروح لمختص، ايه اللي هيعمل معاك؟ ايه هتقيم تقييم مظبوط، ومش هتاخد رجيم فعلي، ولكن هيعمل ايه؟ تعديل سلوك للاكل. تمام. مع بعض الادويه مع حركه، غير كده لا. تمام. مفيش حاجه اسمها حبايه ناخدها زي ما هنتكلم في بس ده. اعتقد ان موضوع الرياضه مهمه جدا برضه يا دكتور. الرياضة مهمة. احمد ياخد باله من موضوع الرياضه. المشي مهم جدا. حتى هو لو راح شغله مفيش وقت يتمشى شويه، مش مشكله. تمام ماشي يا دكتور. حضرتك كنت بتتكلم عن التوقيت الخاطئ. الناس اللي بتبدا رجيم في وقت غلط بتحكم على الرجيم بتاعها بالفشل. يعني اللي بيبدا رجيمه اول يوم في رمضان، انت بتحكم على رجيمك بالفشل من اول يوم. ليه؟ في رمضان مش هتعرف تظبط مواعيد اكلك كويس، مش هتعرف اللي انت تاكل 3 وجبات باستمرار، مش هتعرف تاخد دواء بمواعيد كويس، هتبقى تعبان، ممكن تبقى تعبان ما تقدرش تمشي كل يوم. خلاص. فانت بتحكم على رجيمك في الاول من الفشل. اختيار التوقيت، التوقيت مهم جدا، المناسب. خلاص. ما تبقاش انا في وقت مكتئب نفسيا وحالتي النفسيه زي الزفت والدنيا ملخبطه من واروح ابدا رجيم، لا. يعني ما ينفعش اي واحد زملكاوي يبدا يعمل رجيم من لا اهلاوي، بس التخسيس ده الاهلاويه. تمام بس. تمام. خلاص. ماشي. يبقى احنا اتكلمنا على نزول سريع. اتكلمنا على تثبيت وزن. اتكلمنا على رجيمات غلط. بعد كده اتكلمنا المريض عليه دور. بعد كده النقطه الخامسه قلنا ايه؟ التوقيت، الرجيم الخاطئ. التوقيت. النقطه اللي بعد كده في الاخطاء يا استاذ محمد، نقطه الحركه. ناس كتير بتعتقد ان الحركه لا، انا ممكن اعوضها باي حاجه، اتمشى في البيت. لا، انا بتكلم انا لازم يبقى عندي حركه بصوره دوريه، لازم امشي على الاقل 5 ايام في الاسبوع، ما اقلش عن نص ساعه، والحركه تبقى حركه منتظمه، يعني هروله كل يوم نص ساعه، والخمس ايام نص ساعه. لا، كل يوم على الاقل نص ساعه. تمام. خلاص. واحد ما بيمشيش، لا صعدها المره دي، تمشي 10 دقائق بكره ربع ساعه مع التصعيد. زي ما قلت لك النقطه اللي احنا اتكلمنا في الاول، زود من الصح وقلل من الغلط. خلاص. لازم يبقى عندي حركه مستمره. الناس كتير تقول لك ايه، طب ما انا هاخد دايت وخلاص، او هاخد دواء وخلاص. لا، مفيش الكلام ده. انا عندي 4 عناصر للنزول يا استاذ محمد. عندي رجيم، عندي حركه، عندي دواء، عندي جلسات موضعيه ان كنت تعاني من سمنه موضعيه. الاربع عناصر دول
هم دول اساس التخسيس. مفيش حاجه اسمها هاخد ريجيم بس واخس، مفيش حاجه اسمها هاخد دواء واخس، مفيش حاجه اسمها انا هاخد جلسات واخس، مفيش الكلام ده. تمام. يبقى دي النقطه اللي اتكلمنا عليها اللي هي الحركه. تمام. النقطه اللي بعد كده من الاخطاء، نقط الاخطاء اللي هي زي الميزو، الناس اللي بتاخد ميزو ويقول لك اصل انا هاخد 50 حقنه واخس. لا مش هتخس. احنا قلنا قبل كده ان الميزو غرضه التجميل وليس التخسيس. صحيح. ده منطقه صغيره وانا هجملها، بجمل شكل المكان نفسه، لكن انا مش بنزل من وزني ما فيه. بنزلش من وزني. تمام. النقطه اللي بعد كده من الاخطاء الاعشاب والملينات. الناس اللي بتبقى عايشه على الاعشاب والملينات دي كارثه طبيعيه موجوده عندنا. الناس اللي بتعيشه على الاعشاب والملينات دي خلاص بتفقد سوائل بكميه كبيره، وفي بعض الحالات بتؤدي الى فشل كلوي وسوء وظائف الكلى بسبب عدم استمراره على الاعشاب والملينات. خلاص. وفي بعض الناس بتصاب بالامساك المزمن، وده بيعمل لنا مشاكل كتير جدا. خلاص. يجي واحد يقول لك ايه يا دكتور، مع الاعشاب هي الدواء. لا يا سيدي، الاعشاب مش هي الدواء. ليه؟ حاجه ودي حاجه تانية. دي حاجه تانية. الدواء يا استاذ محمد عشان هو بيطلع من الاعشاب، يعني بياخدوا ماده فعاله من الاعشاب. طب الدواء 4 سنين تجارب على الفئران، و4 سنين تجارب على الارانب، و4 سنين، وفي الاخر يوصل لك الماده الفعاله اللي هي بالدواء. فالاعشاب هو الدواء، هو واخدينه من الاعشاب. طب عمري ما شبه الاعشاب بالدواء. ده حاجة وده حاجة تانية خالص. فالملينات استخدامها في نزول الوزن دي حاجة كارثة خاطئة. بتنزل يا استاذ محمد السوائل بتاعة الجسم، بيفقد الفيتامينز بتاعة الجسم، بيفقد البروتين الخاص ببناء العضلات. مع أول الراجل ده مع أول ما يوقف الرجيم ومع أول يوقف الملينات وزنه هيرجع تاني. لأن أنت فقدت عنصر أساسي من جسمك اللي هي السوائل. فالجسم هيعمل إيه؟ هيكتسب السوائل تاني. هيرجعها تاني. صحيح. هيرجعها تاني. مشكلة. مشكله كبيره جدا. خلاص. فانا نقطه الملينات دي نقطه في غايه الاهميه. تمام. خلاص. النقطه اللي بعد كده هي نقطه الادويه، وهنا لازم نحط كذا خط تحت النقطه دي. خلاص. لو القصه قصه كبسوله هاخدها واخس، خلاص ما كانتش امريكا خلاص تبقى من اكبر المشاكل اللي فيها هي مشاكل السمن، كانت المشاكل اتحل. الموضوع مش كبسوله هتاخدها هتخس. مفيش دواء اسمه دواء تخسيس. مفيش دواء اسمه دواء تخسيس. دواء تخسيس مفيش دواء بيخسس. معلومه خاطئه 100%. في دواء يساعد في التخسيس. في دواء ايه؟ بيساعد في التخسيس. احنا دايما يعني انا بشبه الدواء دايما بالدرس الخصوصي. خلاص. في طالب بينجح من غير درس خصوصي، وفي طالب ايه محتاج درس خصوصي ايه ينجح بيه. فالدواء هو الدرس الخصوصي بتاع التخسيس. قد مريض يحتاج دواء، وفي مريض ايه ما يحتاجش دواء. طب الدواء ده بيعمل ايه؟ قال لك الابحاث دلوقتي بتقول ان انا عندي ادويه نزول الوزن ما بتخسسي، ولكن بتعمل ايه؟ بتزود امتصاص الدهون بنسبه 30%. يعني لو حضرتك كلت اكله فيها دهون قد كده تبقى قد كده. شايف الحجم؟ يعني انا نزل 30% من الدهون، ده اللي ممكن تعمله، فقللت امتصاص الدهون بس. مفيش حاجه اسمها دواء خلاص هيخسس. وانا بنبه للنقطه دي اللي حضرتك تدخل الصيدليات دلوقتي تلاقي عندك عقاقير كتير جدا بنسمع عنها في الاعلانات حتى لك صورتين واحده قد كده. وبعدين لما خدت الحبايه اللي هي الحبايه السوداء بقت قد كده. هي بتساعد على عمليه التخسيس، تساعد في عمليه التخسيس، لكن هي مش بتخسس. مفيش حاجه اسمها كله. مفيش حاجه اسمها الادويه بتخسس. معلومه خاطئه 100%. خلاص. في بعض الناس دلوقتي في الادويه يقول لك الميزو او الحقن بتاع الميزو. تمام. اللي احنا اتكلمنا عليه. في ناس يقول لك خده اورال، يعني عن طريق البق. يعني اديك امبول تشربه عن طريق البق، تزوده على كوبايه ميه وتشربه. دي معلومه غلط. ده دواء غلط. تأكيد. ليه؟ طب قبل بس ما نقول يا دكتور، معانا استاذ شحاده بس على التليفون بقاله كتير. استاذ شحاده اتفضل يا فندم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ حضرتك عندي سؤال بس بالنسبه للانتفاخات القولون والكرش. تمام. اتفضل يا فندم. عايز بس نصيحه من الدكتور. يعني حضرتك بتعاني من امساك معاهم؟ لا لا. الكرش والانتفاخات بس. يعني هي يعني المشكله دايما في البطن مش بقيه الجسم. فانا عايز اعرف، يعني دايما بحس انه في انتفاخات، فممكن تكون دي مسببه شكل للكرش او شكل مش كويس. في قولون عصبي او حاجه حضرتك؟ في قولون عصبي؟ نعم. في قولون عصبي؟ لا لا الحمد لله. تمام. حاضر نجاوبك. حاضر. شكرا يا استاذ شحاته. شكرا يا فندم. النقطه اللي هنكملها ونجاوب على استاذ شحاته موضوع الميزو عن طريق البق. انا بحقن في منطقه عشان اخسسها، مش معقوله حضرتك هتاخد حاجه من البق انا عايز اخسس النقطه دي. جزء معين ده هتنزل من البق تمشي تروح للنقطه دي تخسس. كلام ما يدخلش الدماغ. تمام. نجاوب على استاذ شحاته. خلاص. النقطه اللي بيتكلم فيها هو عنده كرشه وعنده مشاكل في الجهاز الهضمي. خلاص. انا نمره واحد كنقطه تغذيه حضرتك لازم تكسب من الميه، والميه تكون فتره في الفتره دي. خضروات تاكلها بكميه كويسه ولازم تتغسل كويس جدا. فاكهه
خلاص لازم تاكل فاكهه بكميه كويسه. بعض الاعشاب زي اليانسون والكراوية والكلام ده لازم تشربه على فترات خلاص، واتبع الجهاز الهضمي مع الحاجات دي. لو مشينا على العادات دي كويس خلاص هتتحل كتير مشكله الانتفاخات ومشكله الجهاز الهضمي مع المشي كتير. يعني كام نصايح دول؟ ميه خلاص، تكون ميه فاتره وتتشرب، خضروات نظيفه، خضروات، فواكه، بعض الاعشاب زي اليانسون قلنا عليها، والحركه ماشي. المستمره خلاص. لو الانتفاخات دي قلت وخلاص بقى عندنا البطن ارتاحت ما فيهاش اي مشاكل خلاص، لو لسه ما زال عندي سمنه لا يبقى حضرتك بقى تمام. توجه محتاج حاجه للسمنه الموضعيه اللي عند حضرتك، يبقى يروح لحد مختص. تمام يا دكتور، كنا بنتكلم في موضوع الادويه في الاخطاء. في الادويه، فزي ما بقول لك ما فيش حاجه اسمها كبسوله خلاص هاخدها هتخسسني. دلوقتي بنسمع الكبسوله السوداء، يعني جات لي مريضه في العياده بتقول لي انا واحده جارتي واخده جايبه كبسوله سوداء، انا مش عارف ايه الكبسوله السوداء دي. خلاص الاعشاب الصيني والكلام ده كلام ليس له اي مجال من الصحه، كله كلام غلط. تمام، فدي الاخطاء اللي احنا بننصح الساده المشاهدين بعد اذنكم خلي بالك وانت ماشي على الرجيم في الكلام خلاص. يبقى نرجعهم مع الساده المشاهدين، احنا عندنا نزول الوزن، نزول الوزن السريع، تثبيت الوزن، تثبيت الوزن لازم تثبت وزنك، الرجيم الخاطئ، ابعد عن الرجيم الغلط، المريض نفسه، المريض عليك واجبات، توقيت الرجيم، توقيت الرجيم، والحركه، حركه، والاعشاب والملينات، تمام، وعندنا الميزو والادويه، وفي الوجبات البينيه. الوجبات البينيه خلاص، هي دي طبعا الوجبات. الناس فاكر ان بين الوجبات موزه وتفاحه وصباع ما اعرفش ايه وحته جاتوه، لا الكلام ده كلام خاطئ. بعد اذنك كل حاجه محسوبه الكالوري بتاعها، ما دام حضرتك خدت ثلاث وجبات، خدت اربع وجبات، خدت وجبه صغيره، كل حاجه محسوب لها الكالوري. تمام صحيح. فدي احنا يعني حاولنا نقول على سبيل المثال دي الاخطاء الشائعه اللي المريض طب بيقع فيها. طب دكتور اسلام، يعني يعني في يمكن رياضيين كتير بنلاقوهم رياضيين او كانوا لعيبه كوره وتلاقي جسمه ضخم وتخين وبين عليه ان هو عنده سمنه في كل اجزاء جسمه. فين المشكله؟ يعني يمكن لما مشاهد مثلا يشوف لاعب كان لاعب كوره تحس ان هو جسمه كتير قوي كده ومليان، المشاهد يقول لك طب ده رياضي هو عامل كده، امال انا ابقى عامل ازاي؟ فين المشكله هنا؟ مشكله مين هنا؟ المشكله هنا ان انت لما تكون مواظب على الرياضه بطريقه مستمره او بفتره طويله وتوقفها فجاه، هي دي المشكله. انا مش بتكلم عن ميدو يا جماعه، بيقولوا لي يعني بتكلم عن ميدو خالص، سيبوا ميدو لحاله، هو عنده ماشي. مشكله يعني تمام. فالناس اللي بتمارس رياضه لازم تستمر وان قلت، يعني لو هتقف على المشي بس دي حاجه كويسه. طب بتمارس رياضه عنيفه مثلا او رياضه بصوره مستمره وبعدين توقفها فجاه، لازم الجسم يتحول لتون بنفس الشكل ده. تمام، فدي احنا قلنا على سبيل المثال الاخطاء اللي بتقع فيها الناس الرجيم. كلمه اخيره بقى للساده المشاهدين، النقطه الاولى اللي حضرتك كسبته في الوزن في سنين ما تتوقعش تنزله في ساعات وشهور. تمام، تاني اللي انت حضرتك كسبته كوزن في سنين ما تتوقعش اللي حضرتك عايز تيجي في ايام وتنزله. الكلام ده مش موجود، دي النقطه الاولى. تمام، النقطه الثانيه اللي نختم بها حلقتنا، لم يخلق بعد الجهاز الساحر ولا الدواء الساحر ولا الطبيب الساحر. مفيش حاجه اسمها هتاخد الحاجه هتخس، مش سوبرمان الطبيب، اصل الطبيب مش سوبرمان، مفيش الكلام ده. خلاص احنا عندنا دايت، عندنا حركه، عندنا دواء، عندنا جلسات موضعيه، وعندنا عقل. بالخمسه دول ان شاء الله نقدر نخس ونقدر نمشي على نظام كويس ونبقى احسن بكتير يعني كل حاجه بالنظام يا دكتور اسلام. حضرتك يعني قلت في بدايه في كل الحلقه ان كل حاجه النظام، مش كل حاجه سريعا نشوف اعلان او نشوف حاجه نقول نجري نعمل، معلش ما انت ليك سنين كتيره مليان وعمال تاكل وبتهري في نفسك وعايز حزام يركبه ويخس، وعايز تخس مثلا في يومين ولا اسبوع ولا كلام خاطئ كله. في اي مثلا نصيحه ثانيه دكتور ممكن تقدمها للمشاهدين قبل ما نختم حلقتنا بعد اذنك؟ بعد اذنك حضرتك توجه الى المختص، توجه الى المختص، توجه الى المختص. يعني انا بقول اللي بيروح جيم حضرتك، الجيم ده على راسي، ده راجل بتاع تدريبات ما فيش مشكله. تمام، طب ما اكتبش رجيم، ما اكتبش دواء. تمام، فدي برضو من النقطه المهمه اللي بتهم بعض الناس، يبقى يعني ناخد بالنا ونروح للمختص. تمام ماشي يا دكتور، يا رب ما تكونش زعلان من ماتش امبارح. لا لا خلاص، مبسوط جدا. ماشي، اشكرك. وفي نهايه هذه الحلقه مشاهدينا الكرام، لا يسعني الا اقدم كل الشكر والاحترام للدكتور اسلام فايد، اخصائي العلاج الطبيعي والتغذيه والمدرس المساعد بكليه العلاج الطبيعي. شكرا يا دكتور اسلام، نورتنا وهارد لك الماتش بتاع امبارح، وان شاء الله مش هتكسبه خالص معانا. العوده بقى ان شاء الله. ان شاء الله. ايضا مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لكم انتم ايضا على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم لنا، على امل ان نلتقي بكم في لقاء جديد من برنامجنا وبرنامجكم الرشاقه والجمال. لكم منا انا محمد زهران وفريق الاعداد كل التحية والاحترام.